ارجع واسيب القاهره ان انا اجي اشتغل في مكان هادي جو نظيف بعيدا عن كل الضوضاء والعصب والتوتر النفسي بتاع القاهره. جيت هنا في عزبة تونس مع أصدقاء التجار والفنانين اللي رحلوا من القاهرة عشان الضوضاء والدوشة. كنت في الأول بنيت بيتي هنا من حوالي 22 سنة. واحد من أصحابي اقترح عليا إن احنا نعمل أوض للكتاب والفنانين صحابنا ييجوا يقعدوا فيه ويبعدوا عنه. دي كانت الفكرة، وده كانت فكرة علي بدر خان المخرج. واتجهت لاني استعمل المواد اللي موجودة هنا في المنطقة زي الخشب والطين والحجر والمواد اللي هي اقرب الى الطبيعة. يعني كلوج له شروط، وهو اصلا فكرته انه هو انتي اوتيل، يعني حاجة مضادة للاوتيل. الاوتيل بيبقى فيه ديسكو، هنا ما فيش ديسكو، في دوشه هنا ما فيش دوشه، في تلفزيون هنا ما فيش تلفزيون. مثلا في نوع من الامراض بيجي للشجر اسمه المن، في له نوعين من العلاج، نوع قديم الناس نسيته ونوع جديد. الجديد اللي هو السم، كيماويات يعني، ده غالي ومضر. احنا بنستعمل الشاي، بنغلي الشاي ونبرده بيعمل نفس النتيجه، لانه ده اسيد. الشاي العادي اسيد بيعمل نفس النتيجه. في دوده مثلا بتيجي للنجيله، دي احد مشاكلها الكبيره يعني، برضو ده علاج اللي هو السم، برضو غالي جدا وبيقعد فترات وممكن يضر بالعين والاطفال واللي عنده حساسيه الى اخره. فانا اكتشفت انه لا، ده في طريقه تانية، انك تجيب شويه ثوم، شويه فلفل حامي، شويه بصل، وتعملهم وتغليهم وتحطهم مع نفس كميه الميه وترشهم، بيعملوا نفس التاثير.